ايضا انطلاقه الظبي تعود المكيه للسيد ناصر بن سعيد بن راشد السعدي، بينما انتقل مباشره مع المركز الثاني في هذه اللحظات ثاني المراكز الوصول والتقدم من الريام في هذه اللحظات، ولكن وصول من الشايبة، وصلت الشايبة شعار محمد من بيات بسم المنصوري، بينما اللي خذت المركز الثالث من الجانب الأيمن هناك أيضا شعار بن غالب يتسلل في هذه اللحظات، راشد بن سلطان بن غالب المنصوري مع الشامخة المركز الرابع في هذه اللحظات، وصول من الفايزة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم مع الفايزة في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس الوصول والدخول في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه بشاير ماجد بن سيف بن طماش المنصوري يتقدم بانطلاقة بشاير، بينما اللي خذت المركز السادس الوصول والدخول في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام. ايضا وصول ودخول من اسم الامارات علي بن احمد بن عبد الله الملل، ولكن هناك ايضا اليوم محمد بن سالم بن حامد المزروعي وصل وتقدم مع هناك ايضا هذا الاسم، الاسم الجميل والمميز، بينما الوصول من مرايد سيف بن عبيد بن غنام المزروعي. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للست المراكز الاولى. انتقل مع المركز السابع او الثامن هنا في هذه اللحظات، تقدم من ملام احمد بن مطر بن مايد الخيلي، بينما المركز التاسع وصول من الامارات علي بن احمد بن عبد الله الملل، ولكن وصول مع المركز العاشر ندى سيف بن محمد بن سيف المزروعي. هكذا النتيجه للعشر المراكز الاولى المتقدمه هنا الباحثه عن ناموس هذا الشوط. اعود الى البدايه الاولى، اعود الى الصداره، اعود الى المركز الاول، راس حربه هذا الشوط. هناك ايضا مشاهدينا متابعينا الكرام الشامخه راشد بن سلطان بن غالب المنصوري يتقدم هنا مع البدايه مع انطلاقه الشامخه، المركز الثاني وصول من الشايبه محمد بن بيات بسم المنصوري اللي خذت المركز الثاني، انتقل مع المركز الثالث وصول من الظبي في هذه اللحظات وتقدم من ناصر بن سعيد بن راشد الساعدي، بينما اللي وصلت هناك ايضا وانطلقت على المركز الاول في هذه اللحظات وفي هذا المسار. هناك ايضا الوصول والتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام من بشاير ماجد بن سيف بن طماش المنصوري، هناك ايضا وصول وتقدم من بشاير في هذه اللحظات. هكذا اشواط الانتاج هنا ايضا والتحديات والاثاره، بينما هناك الوصول والتقدم من الظبي، وصلت الظبي ناصر بن سعيد بن راشد الساعدي، وهناك الفايزه محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم المجازف. هكذا النتيجة، الله يا لها من أسماء، يا لها من شعارات، هنا بدأت في موقع واحد في مسار واحد من أجل هناك أيضا من أجل الناموس، من أجل ناموس هذا الشوط. أعود مع بشاير حاملة رقم واحد هناك أيضا تتواجد مع البداية الأولى، بشاير ما زالت تبشر بالناموس حتى هذه اللحظات. ماجد بن سيف بن طماش المنصوري يتقدم هنا مع هذه الذلول العملاقة المميزة بهذا الشعار. المركز الثاني ريام، وصول وتقدم من ريام في هذه اللحظات محمد بن سالم بن حامد المزروعي، هناك ايضا يتواجد على المركز الثاني. انتقل مباشرة ما بين الشامخة والفايزة، الفايزة اخذت المركز الثالث في هذه اللحظات، الفايزة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، هنا الشعار الذي قد صال وجال في عالمنا الساحر عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. المركز الرابع هنا الوصول من الشامخة راشد بن سلطان بن غالب المنصوري، هناك أيضا وصول وتقدم من المركز الخامس. المركز الخامس في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، وصول وتقدم من الظبي ناصر بن سعيد بن راشد الساعدي يتواجد هناك، ولكن بدأ التسلل من ايضا مرايل سيف بن عبيد بن غنام المزروعي. هكذا النتيجة للخماسية الماسية الذي تشكلت مع البداية الاولى بقيادة بشاير على البداية الاولى. ركز يا بن طماش، ركز
ركز يا هي اسماء خلف هذا الشعار. هناك ايضا ماجد بن سيف بن طماش المنصور يتقدم مع البدايه الاولى المركز الثاني. هذه هي ريام تتواجد على المركز الثاني. محمد بن سالم بن حامد المزروعي خذت المركز الثاني، بينما التسلل من الجانب الايمن هناك ايضا من مرايل سيف بن عبيد بن غنام المزروعي، ولكن المركز الرابع وصول هناك ايضا، وصل هناك ايضا الشعار الخطر وصيفة الكاس، وصيفة الكاس في العام الماضي هناك ايضا في اشواط الانتاج في ميدان هنا ايضا مشاهدينا متابعين الكرام في عاصمة الميادين. الله الله، ولكن اللي خذت المركز الرابع هناك ملامه ملامه ملامه، هناك ايضا صاحبه الكاس يا هي اسماء يا هي شعارات. مشكور يا الحبسي، مشكور على هذه المعلومات المميزه الذي تاتي هناك ايضا في كل شوط. اعود الى البدايه الاولى، اعود هناك مع شعار بن طماش هنا وصلا رواع الرموز هناك ايضا. يا بن طماش ركز، يا بن طماش ركز هنا، الموقف خطير، الموقف خطير والامور في خطر في هذا الشوط. اللي خذت المركز الثاني هناك ايضا مرايل تتواجد على المركز الثاني، سيف بن عبيد بن غنام المزروعي، بينما هناك ريام محمد بن سالم بن حامد المزروعي، ولكن الفايزه وصلت، وصلت الفايزه يا بن زيتون هنا يتواجد مع هذا الاسم. الله، المركز المركز الرابع ملامه، احمد بن مطر بن مايد الخيري وصول وتقدم هذه الاسماء، ولكن اعود مع الفايزه، اعود مع سلاله جميله غنيه دائما عن التعريف مع هذا الشعار. هذه الفايزه، هذه الفايزه هنا في عاصمه الميادين، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري هنا المجازف، المجازف المجازف دائما يجازف بهذه النوعيات المميزه هنا في عالمنا الساحر. الفايزه الفايزه ال 500 متر، ولكن الله 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 الله، رجل الخطوط النهائيه من طلاقه ملامه، ملامه وصلت، ملامه وصلت، ولكن الفايزه على البدايه الاولى، الفايزه على الصداره مع المركز الاول. سلام 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 من زيتون، سلام سلام، تحيه واحترام، ملامه هنا صاحبه الكاس، صاحبه الكاس على المركز الثاني، ولكن خلاص خلاص خلاص، الناموس ما راح بعيد، ما راح بعيد هنا، وصيفه الكاس مع الفايزه مع المجازف هنا يحتضن خط النهايه ايضا بفوز الفايزه. محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثاني ملامه، احمد بن مطر بن مايد الخيلي اللي خذت المركز الثالث بشاير، مايد بن سيف بن طماش المنصوري المركز الرابع، وصول من اليوم محمد بن سالم بن حامد المزروعي، واللي خذت المركز الخامس شامخه راشد بن سلطان بن غالب المنصوري. هكذا النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة المراكز الأولى المتقدمة. ايضا التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام للسيد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بانطلاقه الفايزه، تهانينا والناموس، والتوقيت الزمني المرافق بانطلاقه الفايزه هنا في عاصمه الميادين ميدان الوثبه الذي دائما يحتضن هذه النوعيات والشعارات المميزه. التوقيت الزمني هناك ايضا من مخرجنا المتابع لهذه الانطلاقات التي ياتي ايضا بكل صغيره وكبيره كل ما يحول في ايضا ميدان الوثبة. التوقيت الزمني مشاهدينا متابعين الكرام، تهانينا والناموس للسيد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ايضا على فوز الفايزة، بينما المركز الثاني وصلت ملامة احمد بن مطر بن مايد الخيلي، ايضا تهانينا والناموس الجميع على الفايزين. ياتي بالتوقيت في هذه اللحظات 9:51 من الثانية، تهانينا أيضا للمجازف، بينما المركز الثاني ملامة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، والتوقيت 9:52.3 من الثانية، بينما اللي خذت المركز الثالث بشاير مايك بن سيف بن طماش المنصوري، والتوقيت الزمني أيضا بانطلاقة بشاير 9:56.6 من الثانية. تهانينا والناموس. Yeah.
إذن نجدد الترحيب بحضراتكم أيها المتابعون أيها المستمعون الكرام الأفاضل من جديد مع تواصل التحديات وتواصل الانطلاقات في هذا اليوم من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة في أبو ظبي وانطلاقة شوطنا الثاني عشر الذي يحمل في طياته وفي كشوفات الزمول المحليات. وهنا قبل الانطلاق نتابع مع حضراتكم أفضل توقيت زمن